السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف بقيتوا؟ تنتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير وأحوال طيبة. وأهلا بصحاب الديكور والتاويل. كما تتشوفوا هذه من بين التاويل والديكور، تتشوفوها الطبيقة. أنا تسميها الطبيقة لأن الوالدة ديالي من كنا صغار كنا تنعرفوا هذا الشكل بالطبيقة، ودابا رجعوا الميادي. الميادي هما الكبار اللي تيقدموا فيهم الهدايا، وهذه طبيقة أنا مازال تنسميها الطبيقة، تنديرو فيها إما قريشلات إما سلو إما كنا نقدمو حتى الخبز في هاد الطبيقات. إذن هذا هو الشكل ديال هاد الطبيقة اللي درت اليوم اللي صوبت، وغادي نشارك معكم كيفاش صوبتها. إذن يلا معايا باش نشوفو كيفاش بدي نصوبو هاد الطبيقة. إذن بدو على بركة الله. غادي نحتاجو هاد الغربال ديال الحديد، وانتم تعوضوه باي حاجه غارقه عندكم. غادي نحتاجو الكارطون، هاد الطبسل ديال الكارطون ديال الحلويات. غنحتاجو السطاس، غنحتاجو لهاد الاحجار باش غادي نبت بهم. غنحتاجو هاد لي بوتون ديال بلاكارات لي ترونسبارون. غنحتاجو البابي اديزيف. غنحتاجو لهادو حامل المناديل تهرسوا لي، وانا احتاجيتهم لهذا الفيديو لهذه الطبيقه. هنايا سميتو ديال البلاستيك، كلاسور بالبلاستيك كما تشوفوا. غادي نحتاجو باش غادي نصوب به. هنا خديت الكومبا ديالي اللي انا صوبتها من ناخذ الكارطون بليتو ديال الغربال، قطعته هو اللي غادي ناخذ به العبار. هنا غادي نحطو في الوسط، وهنا خديت ديك الكومبا اللي تنصوب بها دائما. صوبتها بالكارطون، بالكارطون اللي اي واحد يقدر يصوبها لان جاتني سهله باش ناخذ بها القياس. درتها على هذا الشكل هذه. غادي نحطها في الوسط، وخديت القياس ديالي ديال الدائره، النصف دائري اللي غادي ندير. ثقبت هنا في هذاك الكارطون، وحطيت ستيلو، وهنا غادي ندور بهذا الشكل. غادي ندير نصف دائري وغادي نقطع. هنايا غادي نقي هاد الكلاسور الا كانت فيه شي حاجه زايده. غادي نعوجو شي شويه بيديا باش نقادو، ما يبقاش فيه ديك الطويه في الوسط. وغادي نديرو على هاد الشكل، تنقادو مزيان، ومن بعد غادي نلصقو. قبل ما نلصقو غادي نلصق فيه البابي اديزيف. وهنا غادي ندير نفس الطريقه، غادي نعبر به ديك البابي اديزيف. غادي ناخذ غادي نرشمو ونقطع البابي اديزيف باش غادي نلصق فوق منه. غنبدا نلصق هاد الورق اللاصق. هنا تنقاد مزيان، وتنخلي ديك الجوانب خاويين باش منين ندير لاكول يلصق على البلاستيك ما يلصقش على الورق اللاصق. غادي نبدا نلصق فيه. هنا غادي نلصق الاول، الوجه الاول والوجه الثاني على هذه الطريقه.
وهنا غادي نبدا نلصق الجوانب، غندير لاكول وهي من الجنيب، وغادي نلصق على هذا الشكل. هني كملت بالتلصاق على برا ومن الداخل باش نفيكسيه مزيان. دابا غادي ندير له هاد السطخاس. هاني درت له هذا الشكل ديال السطخاس، خالفتهم درت كروازيتهم، هاد لي سطخاس كروازيتهم. دابا غادي ندير لتحت ديال هاد الغطايه، غادي ندور باش ما تتبقاش تبان ديك الشوائب ديال التلصاق، و ندير باش يعطي فينيسيون. هنا غادي ندوزو باش نصوبو هاد الغربال، غنغلفوه بعد البابي حتى هو، غنغلفو مع برا ومن الداخل غادي نخليه، لان راه الومنيوم المنظر ديالو نقيقي وزوين. وقلت لكم اللي ما عندهاش الغربال، بون الغربال تنظن ان في البلاد كلشي عنده الغربال، واللي عندها سلاديه شي سلاديه مغرق ولا طبسيل غرق ولا غطار ولا المهم تقدر تصلحو. انا ويا هذه الطريقه اللي جبرت عندي. غادي نكمل دائما هاد الدورات ديال السطخاس باش ما تبقاش باين التقطاع ديال ديك ديال البابي ديال هاد الورق اللاصق. اذا غادي نرجع عاوتاني، غادي نبدا نلصق في هاد حامل المناديل. عوجتهم شي شويش باش خداو الشكل ديال هذيك الدور الدائري. غادي ندير لهم لاكول، وغادي نبدا نحطو وحده بوحده غير نقاد باش ما يجيوش شي طالع وشي هابط. هما لان بان لي انني نحطهم هنايا باش يعطوا ديك الشكيل، منو شكيل مودرن ومنو شكيل تقليدي. يعني هكا هاني كملتها. غادي ندير نكمل بسطخاس. كما تلاحظوا انا خديت اشريطه قطعتهم ديال السطخاس، وبغيت ندير له هذا الشكل. غادي نقبطو من الفوق لتحت، نتمنى انه يكون تيبان لكم. وهاد الاشريطه هذه غادي نلصقها، ومن بعد عاوتاني غادي نلصق شريطه رقيقين هاد السنتات من التحت، وغادي نستمر على هاد الطريقه. كما قلت لكم انا دائما تنشوف على حساب عينيا، ومن بعد تنزيد شي حوايج على حساب الشكيل. هاني كملتها، هذا الفوقاني هذا كملته، تنقيس تناخذ العبار واش جا هو هذاك. ها هو جا هو هذاك، جا عليه. ومن بعد غادي نكمل. ها هو جا هاد الغطايه ديال هذيك، نقادها لان الكاميرا ملي تنعوج ما تيبانش مزيان. هنا غادي نكمل عاوتاني، غادي نبدا نلصق في ديك سطخاس من الوسط. هاني كملت الدوره ديال التلصاق ديال هاد السطخاس، شوفوا كي جا زوين. دابا غادي ناخذ القياس الداخلي
ديال ديك الربع غادي ناخذ هذا الطبسيل ديال الكارطون ديال الحلويات، غادي ناخذ غادي نرشم وغادي نقطع وغنحطه في الوسط. دابا غادي ندوزو للتركيب ديال الرجيلات، غادي ناخذ العبار باش ما يجيوش مخالفين، غادي ندير ثلاثة، غادي نقيس مزيان ونرشم ومن بعد غادي نلصقهم. صافي يعني لصقتهم مزيان، غنديروا لا كول من الجوانب ديال باش يلصق مزيان، هانتوما هاد الشكل ديالو جا زويون. هنا غادي ندوزو لهاد المرحله باش غادي نلصق من الفوق. بغيت في الاول ندير غير البوطون من الفوق هذاك ترانسبارون، ومن بعد بان لي انني ندير هذاك ديال الحامل ديال المناديل، قطعته بما انه رقيوق، واخا اونالومنيوم مي رقيوق، قطعته بالمقص وخديت القياس الجوانب باش يجي دائري، نتوما تتشوفوا لصقته، ومن بعد غادي نلصق عليه ديك البوطون ترانسبارون. ها هو ده جا زويون باش نقدروا نهزوه من ديك البوطو. اذا هنا شاركت معكم كاع المراحل، تنوريكم الشكل كله اللي قمت به، زعما تشوفوا الشكل. هنايا بان لي انني نزيد هاد المربعات، قطعته هنا جاني شي شويه شخاوي، قلت علاش لا، اذا نزيد هاد المربعات هنا من الفوق. اذا انا دائما ملي كنت نصوب الحاجه تتبان لي انني نزيد ونغير شويه، اذا غادي نكمل على هاد الطريقه، غادي نقطعهم مربعات وغادي نلصقهم من الفوق. المربعات اللي غادي يكونوا الفوق غادي يكونوا صغار، وهنا المربعات اللي غادي نحط لتحت غادي يكونوا كبار. اذا جوج هانتوما، كاين الكبار وكاين الصغار. اذا هنا غادي نبدا نلصق فيهم كاملين حتى نكمل. هنا كملت الفوقاني ديال هاد الطبقه، دابا غادي ندوز للمرحله الاخيره، غادي نلصق هادو
جوانب النجا خاوي. اذا قلت علاش لا ما نلصقهمش، اذا غنلصقهم كلهم حتى نكمل الدور حتى هما. كانت هذيك هي المرحله الاخيره. هذا هو الشكل النهائي اللي تتشوفوا ديال هاد الطبيقه. ياخذت مني شويه ديال الوقت والفيديو شويه طويل، ولكن يستاهل اننا ناخذ معاه الوقت لان المراحل فيها مراحل كثيره باش نصوبوا هاد الطبيقه. اذا جات في الاخير جا هذا الشكل اللي عطيته انا شكل عصري. هي الطبيقه في الاصل تقليديه، ولكن انا دخلت عليه العصري علاش لا، باش نقدموا فيها اللي بغينا. المهم سلول قراشل كما قلت في الاول، وتستاهل وجات راقيه وجات عاطيه هذا الشكل اللي تتشوفوا. اذا الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم ديروا اللايكات، ولا كانوا جدادات وعجبهم هذا الشيء اللي تندير ديال الديكور ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. ونقول لكم تلقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ونتلاقاو في ساعه الخير. وتبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.